دلوقتي هنتكلم عن موبايل جديد هيجي من شركة ريلمي. والموبايل دوت يعني من ناحية مواصفاته فهي نقدر نقول عليها شبه معقولة في بعض الحاجات، وبعض الحاجات يعني مش كويس قوي. والموبايل دوت هو موبايل ريلمي V23، فركز معايا كويس قوي في التفاصيل عشان تعرف المميزات والعيوب. يلا بينا نبدأ. الظهر بتاعه هيجي مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك، وبيدعم تركيب شريحتين اتصال مع دعم شبكات ال5G. وبالنسبة لصوت الموبايل الخارجي فالصوت هنا بيجي احادي، وبيدعم منفذ 3.5، والبصمة بتيجي في زر طاقة. اما بقى بالنسبه للشاشه فبتيجي من نوع IPS بمساحه 6.5 بوصه مع نسبه استحواذ بتوصل ل 85% بدقه فول اتش دي بلس، او مع كثافه بكسلات 401 بكسل لكل بوصه. وديت كل حاجه عن الشاشه. ولو قلنا ايه اللي ناقصها في التسريبات ديت كعيوب مبدئيه، يعني اول حاجه مش بيجي على طبقه حمايه، تاني حاجه بتيجي من نوع IPS مش من نوع AMOLED، تالت حاجه مش بتدعم تقنيه HDR، رابع حاجه مش بتيجي بمعدل تحديث عالي زي مثلا 90 هرتز. وندخل بقى على الرام والذاكره. الموبايل دوت لحد دلوقتي بيجي نسخة واحدة، واللي هي 128 جيجا مع 4 جيجا رام، وبيدعم تركيب ميموري كارد. وال 4 جيجا رام دي تقريبا انتهت، مش موجودة دلوقتي بالذات. يعني الموبايل دوت مؤشرات سعره بتقول هيكون عالي شوية. اما بقى بالنسبة للسوفت وير والمعالج، فالموبايل هنا بيجي بنظام تشغيل اندرويد 12 مع معالج ديمنسيتي 810 5G بمعمارية 6 نانو وبتردد 2.4 جيجا هرتز، مع معالج رسوم يميل جي 57. وبالنسبة يعني اداء المعالج ده فده معالج كويس جدا في فئة متوسطة بس مش الافضل. وندخل بقى على الكاميرات. الموبايل هنا بيجي باتنين كاميرا خلفيه، الاولى بدقه 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.8، والكاميرا الثانيه بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4، وديت كاميرا للعمق، وبيجي معاهم فلاش LED، ويقدر يصور فيديو بدقه فول اتش دي بسرعه 30 فريم. اما بقى بالنسبه للكاميرا الاماميه فبتيجي بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.0، وتقدر تصور فيديو بدقه فول اتش دي بسرعه 30 فريم. وبالنسبه يعني ده الكاميرات، فكارقام مبدئيا ما طمنش خالص. وندخل بقى على البطاريه. البطاريه بتاعته بتيجي بسعه 5000 ملي امبير وبسرعه شحن 30 واط. هو حجم البطاريه كويس مع سرعه شحن نقدر نقول عليها معقوله بس مش الافضل زي ما انتم عارفين. واخر حاجه طبعا معنا هي السعر. للاسف وقت تسجيل الفيديو مفيش معلومات عن السعر، بس هسيب لكم توقع للسعر في وصف الفيديو عقبال يعني المواقع ما ترسي على سعر معين، علشان في تفاوت كتير قوي في الاسعار. ممكن انت برضه تتوقع السعر في التعليقات. يلا كفايه كده عليك، وتسمعني في حلقه جديده، وسلام.